الله وعلى آله الطاهرين. أما بعد خلني أجيب حديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. معنى بيت في ربض الجنة يعني في أدنى الجنة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نستفيد من أن الجدال أحيانا يكون عقيم، فمن الأفضل أنك إيش تترك الجدال، لأنه يكون جدال أحيانا مع صاحب وحتى لو انتصرت عليه يكون بنكهة الهزيمة، يعني بتخسر أكثر من أنك إيش تربح. والإنسان يعني لما يحس أنه وصل إلى مرحلة أنه في النقاش ما عاد فيه جدوى من النقاش هذا، وأحيانا يصير إيش اللي أمامك خاص صارت إثبات أني أنا أبي يصير صح، وأنت صعب عليك أنك تنسحب. لكن لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم البيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. فالإنسان يعني يحاول أن الجدالات اللي يرى أنها عقيمة أنها ينسحب، لأن خسارتك في الجدال أكبر من الربح حتى لو ربحت فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.